بيكلاند هي شركة متخصصة في صناعات الحلويات وخامات الحلويات بمختلف أنواعها زي الكيك والشوكولاتات والكريمات وغيرها، وبتقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من 20 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا. كمان بتخصص 35% من إنتاجها للتصدير، لأن بيكلاند بتنتج الخامات الأولية اللي بتدخل في صناعة المخبوزات وخامات الجيلي والآيس كريم وغيرها. المهندس عمر فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة بيكلاند للصناعات الغذائية، أهلا بيك. أهلا بيك. لو هنعرف بيكلاند باختصار. باختصار شركة بيكلاند من الشركات الرائدة في تصنيع خامات وخلطات جاهزة لشغل الخباز والحلويات. قول لي بقى احنا منتجاتنا ايه بقى بالنسبة للسوق المحلي الاول؟ احنا بالنسبة للسوق المحلي زي ما بقول لك خلطات جاهزة لكل شغل الخباز والحلواني. على سبيل المثال بنعمل خلطات جاهزة للمخبوزات، بنعمل خلطات جاهزة للكيك بانواعه المختلفة ومحسنات للكيك، بنعمل خلطات جاهزة للكريمات برضه. منتجاتنا بتروح لفين بقى؟ الهايبرات، الشركات الكبيره؟ انا منتجاتنا بتروح من اول المصانع زي الشركات الكبيره للمخبوزات لغايه الحلواني الصغير الموجود في يعني كل الرينج، خباز، حلواني، فنادق، كل ده بيتورد للمخبوزات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا. احنا كبيكلاند تواجدنا في السوق الخارجي عامل ازاي بقى؟ احنا بنصدر حوالي 35% من انتاجنا، موجودين في أسواق كتير في الخليج، السعودية، الإمارات، موجودين برضو في الأردن، موجودين في كينيا، في أوغندا، شرق أفريقيا وشمال أفريقيا برضو، المغرب والجزائر وليبيا. لو نتكلم بقى الخامة، احنا الخامة هل إنتاج محلي، هل بنستورد خامات؟ بنستورد نسبة خامات بس بسيطة، يعني نسبة الخامات المستوردة الخاصة يعني في المنتج ما بتتعداش العشرة، ما بين 10-20% بالكتير، والباقي مكونات محلية. قول لي بقى الأسعارنا ايه بقى؟ بنوازي ازاي ما بين سعر التكلفة النهاردة وسعر السوق؟ والله يعني احنا الفكرة كلها ان سعر السوق بيتغير دلوقتي كتير على ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، وعلشان برضو التفاوت في سعر العملة ما بين السوق الموازي والسوق والبنوك، فبناء عليه التكلفة بتتغير تقريبا بمعدل يعني إما كانش أسبوعي بيبقى شهري. النهاردة بيكلاند إزاي بتنافس النهاردة المنافسين في السوق؟ في منافسة شرسة النهاردة بالنسبة للمنتجات، إحنا بننافس إزاي؟ والله الحمد لله بالنسبة للسوق المحلي يعني حجم المنتجات بتاعتنا، إحنا عندنا حوالي فوق 400 منتج، فالحمد لله يعني المنتجات بتاعتنا او البرودكت رينج بتاعنا يعتبر اكبر برودكت رينج موجود في السوق الحالي. فالحاجه اللي فيها، في حاجات بيبقى فيها منافسه قويه وفي حاجات منافسه اقل. تمام. بالنسبه لمنتجاتنا في المحافظات بقى، منتجاتنا موجوده في انحاء الجمهوريه كلها، من عندنا موزعين في اسوان، عندنا توريدات في المنصوره وفي الدلتا، اسكندريه، طبعا وقت ما الساحل الشمالي بيبقى شغال بيبقى موجودة المنتجات فيه، البحر الأحمر عندنا شغل فيه جامد جدا، وعندنا شغل في سيناء برضو. خطتنا اللي جاية ايه ان شاء الله؟ والله يعني خطتنا اللي جاية ان شاء الله ان احنا نحاول نكتر شوية من نسبة التصدير للأسواق الخارجية، وبنفتح أسواق خارجية جديدة الحمد لله خلال الفترة اللي جاية، مع مراعاة طبعا ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر المنتجات للسوق المحلي بالاسعار اللي تتناسب مع السوق. انت قلت لي حاجه مهمه، عايزين نزود صادراتنا. طب احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه علشان نزود الصادرات، مع ان الدوله النهارده بتشجع الصادرات، الدوله النهارده محتاجه دولار. تمام. احنا محتاجين ايه؟ والله الفكره في اسواق تصديريه تبقى قويه. طبعا هو الاقتصاد العالمي كله بشكل او باخر متاثر مش بس في مصر، فللأسف يعني القوى الشرائية بشكل عام في العالم كله أقل بكتير من ساعة الكورونا لغاية دلوقتي، والأسواق الخارجية متأثرة جامد بالوضع الاقتصادي بتاعها، بس احنا بقدر الإمكان بنحاول نبقى منافسين في الأسعار بتاعتنا بحيث ان احنا نوفر جودة عالية بأسعار تكون متناول الدول اللي جنبنا. احنا مصنعنا فين يا باشمهندس؟ مصنع بتاعنا في العاشر من رمضان. عندنا كم خط انتاج بقى؟
احنا عندنا حوالي 12 خط انتاج لمنتجات مختلفة، منتجات باودر ومنتجات عجائن ومنتجات سوائل.